Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yajtamina marutan ukhra li'ari al-waqi' al-juwali bitahta al-mawtu al-mara al-hakima. Alhamdulillah. Wa qabla hadha wusuf a'rad al-musharikin ladayna. لدينا أول القماش المشارك من اليابان، والثاني هو من الصينية، والمشارك الثالث هو من الفلبين، والمشارك الأخرى هو من مصر. طيب، شروط المسابقة. من يريد الإجابة يرجع الوقت على الجلسة. طيب؟ طيب. هل أنتم مستعدون؟ نعم. طيب، السؤال الأول، المعنى البلاغة هو الانتهاء والوصول والانتهاء. ما المعنى بلاغة في الاصطلاح؟ تفضل. أسفوي، إجابتك خطأ. هل تريد الإجابة عليه؟ تفضل مشكورا. تهنئة، إجابتك صحيحة جدا. Alright. أسف. السؤال الثاني، ما هو الوجه الحاجة التي درسها البلاغة؟ وجه إلى دراسة البلاغة فهم الدرعي فهم الحديث وفهم اللغة العربية. مبروك، الإجابة صحيحة جدا. والسؤال الآخر والصلاة الآخر. ما هو الصلاة الآخر؟ علوم البلاغة، علم بيان، علم معاني، وعلم. تفضل. خطأ. هل تريد الإجابة عليه؟ تفضل. علم بيان يا إكمال. الحمد لله، إجابتك صحيحة جدا. طيب، في هذه الوقت أنا أريد أن أتكلم عن الفائزة. الفائزة من مسابقة المرأة الحكيمة ومن بلاد اليابان. تكبير. الله أكبر. الحمد لله. سواء